بخصوص التأشيرة الإلكترونية واللي ساهمت في يعني في الرفع من عدد السياح الوافدين على المملكة المغربية من مجموعة من الدول، حوالي عالجت وزارة الخارجية حوالي 70,000 طلب، وتم نظرا يعني للطلب الكبير على التأشيرة الإلكترونية تم فتح دول جديدة اللي تكلمتي عليها. إذن بعد مضي 6 أشهر من الإطلاق وفي إطار التوسع التدريجي لهذا النظام سيشمل عددا متزايدا من الدول، تقرر دمج الأردن والهند وغواتيمالا وأذربيجان ابتداء من 10 يناير 2023 ضمن قائمة البلدان التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسيتهم على شكلة مواطني تايلاند وإسرائيل. كيفما كتعرفوا كاين ثلاثة ديال الفئات، كاين الفئة الأولى هي الدول اللي كيستافدوا اللي كانت فيها اللائحة كانت فيها إسرائيل وتايلاند، الآن تزدت لها 4 ديال الدول اللي تكلمت عليها. كاين الفئة الثانية، فئة بي، هي المواطنين الأجانب المقيمين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان والنرويج ونيوزيلندا وسويسرا المتوفرين على تصريح إقامة أو رخصة إقامة سارية المفعول لمدة 180 يوما على الأقل. الفئة الثالثة، الفئة جيم، هي الأجانب الحاصلين على تأشيرات إحدى الدول من دول شينغن والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة وإيرلندا ونيوزيلندا، ويجب أن تكون التأشيرة المذكورة متعددة الزيارات وصالحة لمدة 90 يوما. فقط نعطي واحد المعطى أخير، كاين جوج الأنواع ديال التأشيرات، كاين التأشيرة السريعة والتأشيرة العادية. التأشيرة السريعة يتم الحصول عليها خلال يوم عمل واحد، والتأشيرة العادية خلال 3 أيام مفتوحة بالنسبة للتأشيرة العادية. بخصوص الأمازيغية، نختم بالسؤال ديال الأمازيغية قبل منه التقشف اللي طرح السي الأرقم. بخصوص أولا هذه الحكومة هذه دائما كان عندها هذا التوجه، وهذا علاش صدر منشور ديال السيد رئيس الحكومة، ولكن قبل منه الاعتمادات اللي كانت في قانون المالية بخصوص سير كانت دائما أقل مقارنة مع السنوات الماضية، بمعنى الإرادة متوفرة على المستوى السياسي. المنشور أيضا حينما يصدر ومعه تقليص الاعتمادات على المستوى القانون المالية، واضح بأن الهدف هو أن تحكموا في هذه التكاليف هذه باش ما تمشيش يعني في أشياء اللي ما كتناسبش مع الظرفية اللي كنا كنعيشوا فيها، تأخر التساقطات إلى غير ذلك. لكن اللي نبغي نأكد لك بأن جميع الوزراء منين تيقوموا بهذه الإجراءات هذه راه تيقوموا بها عن وعي وعن يعني عن إرادة حقيقية وتتبع لهذه الملفات بعيد عن أي يعني شي تفسير واحد آخر. سنة الأمازيغية أنا سبق لي قلتها وغادي نقولها هذه السنة، هذه غادي نحتفلوا بالسنة الأمازيغية، وغادي إن شاء الله نتوقفوا مرة أخرى باش نشوفوا شنو هما الإجراءات اللي دارت هذه الحكومة هذه. الحكومة في قانون المالية السنة الماضية 2022 كانت خصصت واحد 200 مليون درهم، هاد السنة في القانون المالية ديال 2023 300 مليون درهم، بمعنى على المستوى السياسي الإرادة ديال الحكومة حاضرة لكي ننجح جميعا في هذا الورش هذا اللي محسوم دستوريا ومحسوم أيضا سياسيا ومحسوم من جميع من أعلى هرم من الدولة، والخطاب ديال أش دير مازال يعني يتردد في مسامعنا جميعا. الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات نذكر بها. أولا إعداد برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية، وجد إصدار المنشور رقم 1/2022 بتاريخ 15 أبريل 2022 في شأن تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وتكلمت على المبالغ المالية. توظيف 460 عون مكلف باستقبال والتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية. توظيف 60 موظف مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية للتجاوب مع مجموعة من المتطلبات. توفير مجموعة من الحواسيب. إدراج اللغة الأمازيغية، هذه مشاريع قيد الدرس، إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية وترجمة محتوى اللوحات وعلامة التشوير الأمازيغية. وهذه واحد اليومين كان اجتماع على مستوى الأمانة العامة باش نمشيو الآن لما هو أعمق، نمشيو للقوانين، نمشيو للتشريع، ثم نمشيو إن شاء الله في مستوى إن شاء الله ثاني، نمشيو للمستوى المتعلق بالجريدة الرسمية لكي إن شاء الله تهيا نصدروها
فمجموعه من الاوراش المفتوحه الان، وكيف ما قلت سوف نحتفل بقوه بهذه السنه الامازيغيه، ونتمنى ان شاء الله نضل بصيد ربي انا فغرمين يسعدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.